أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت وما تحتله الاستثمارات الكويتية من موقع بارز في قائمة المستثمرين في ألمانيا من خلال استثمارات قاربت 18 مليار دولار. وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، أكد الخالد أن جلسة المحادثات التي عقدها مع الوزير الألماني كانت معمقة ومثمرة، تناولت مختلف المواضيع وعكست تطابقا في وجهات النظر بين البلدين. لقد أجرينا مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة مع معالي الدكتور فرانك شتاينماير، تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والذي يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، في ظل المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت. كما أكد الخالد الحرص المشترك على تعزيز التعاون مع ألمانيا في كافة القطاعات، معربا عن تقدير الكويت للموقف الألماني الإيجابي والدعم لملف الكويت لإعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن. من جهته أشاد الوزير الألماني بالدور الإيجابي الذي لعبته الكويت فيما يخص الأزمة الإنسانية في سوريا نتيجة للحرب الدائرة هناك، مؤكدا سعي بلاده لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي امتدت لما يقارب الخمس سنوات. نعلم أننا لا نستطيع أن نبحث فقط المسائل الإنسانية، لكن لابد من البحث عن طرق سياسية لحل الصراع في سوريا الذي أدى أكثر من 250 ألف قتيل، لأن الوسائل العسكرية لا تكفي لإنهاء الصراع في سوريا. كما أشاد الوزير الألماني بتكاتف الكويتيين خلال المحن والأزمات، معتبرا أن ما شهدته الكويت بعد تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام من لحمة وتكاتف مثالا يحتذى به في دول المنطقة. والأطباء الألمان قالوا لي بأنهم منبهرين من طريقة دولة الكويت في التعامل مع عواقب الأحداث من خلال التكاتف والدفاع عن النفس ضد العمل الإرهابي، وهو خير مثال يحتذى به للمنطقة كلها.